واحد بيقول القديس بولس الرسول بيقول متبررين مجانا بنعمته. دي من جهة الخطية الأصلية، كلنا كنا محكوم علينا بالموت وما متناش، فتبررنا بدون الموت هذا، فيبقى مجانا يعني دون أن ندفع الثمن. لكن بعد أن نلنا هذا التبرير هل يبقى لنا باستمرار؟ دي عن الفداء. في الفداء نلنا تبريرا مجانيا، ومع انه تبرير مجاني يعني ما دفعناش فيه الثمن اللي هو الموت، الا ان هذا التبرير المجاني كانت له شروط، من ضمن هذه الشروط التوبة والإيمان والمعمودية. هذا التبرير المجاني اللي كان على الصليب في الفداء، الكتاب بيقول في يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. إذن الإيمان شرط. صحيح احنا ما دفعناش الثمن اللي هو الموت، لكن دفعنا الشرط اللي هو من يؤمن به، وأيضا التوبة. بولس الرسول قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. إذن لكي تتبرروا وتغفر لكم الخطايا لابد أن تتوبوا وتعتمدوا، في أعمال 2:38. فكلمة مجانا يعني ما دفعناش فيها الثمن بتاع الموت. الكتاب بيقول من يخطئ يموت، وربنا قال لآدم يوم تأكل موتا تموت من الشجر، ففي حكم بالموت، وكنا أمواتا بالخطايا. فإحنا متبررين مجانا يعني تبررنا من حكم الموت مجانا، ما دفعناش الموت، لكن في شروط، في شروط، فيه التوبة. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فاللي ما يتوبوش ويهلكوا يبقى متبررين إزاي؟